عسلامة ومرحبا بكم معنا في أول إبيزود في برنامج جديد نبدأه مع السيد واللي هو بودكاست باش نصوروه مع Tunisian Content Creators اللي باش يحكيونا على الإكسبيريونس نتاعهم كيف بداوها وشنيا تشالنجز اللي تعداو بيهم وكان عندهم دي كيسيون لأي واحد يحب يبدأ في أي دومين اللي باش نحكيو عليهم في البودكاست نتاعنا. دونك اليوم معنا راوية خضر. عسلامة. عسلامة. كان تزيد تحكي لنا أنت على روحك ساعة احنا نعرفوا اللي أنت ديجا دخلت في الدومين بتاع البودكاست. Yes. ونحب نعرف أكثر عليك أنت وعلى كيف بديت في الدومين هذا وكل شيء. دونك أنا راوية خضر. أنا لباز قريت أرشيتكتور ولكن في 2011 بدلت كل شيء باش دخلت العالم الصحافة وعالم الصوت بارتيكوليرمون. دونك دخلت عملت إكسبيريونس راديو في 2012 مع RTCI راديو تونسيين انترناسيونال واللي أنا اليوم مازلت فيها. دونك RTCI غادي تعلمت وفيت كل شيء كان تاع صوت معناتها خاطر مدرسة هي. دونك تعلمت فيها كل شيء على الراديو ولكن فكرة البودكاست فريمون جات يا با لونتون معناتها جات عندها عامين هكيكا بديت نسمع بالبودكاست اللي هو برشا يعملوا فيه في أمريكا وفي فرنسا وفي أون أوروب إتسيتيرا. سمعت كلكو بودكاست عجبوني سون بلوس معناها في الكونفينمون فترة الكونفينمون لقيت روحي في الدار محصورة كي الناس الكل جو بونس كلنا ونشوف العباد يعملوا في لي فيديو في لي انترفيو في لي معناتها كرياسيون دو كونتوني سور لو ديجيتال على الاخر معناها وانا نخاف من الفيديو ونحشم من الفيديو وما نعرفش نخدم معناتها باش نقعد نعمل مانتي اون فيديو جو باس دي زور الوغ كو الصوت حاجه سهله بالنسبه ليا كانت بلوز او موا معناها ياخي قلت واي نوت معناتها. دونك بديت او فيت شنو عملت وقتها كونفينمون قعدت نقرا بارتو سور انترنت نتفرج في لي توتو نسمع في لي بودكاست معناتها عديت يمكن جمعه ولا زوز وانا سي تو سكو جو فوزي باش فهمت كيفاش ومن بعد قلت هيا يلا لونس توا معناتها بديت حضرت كونسيبت اللي كنت ديما نحب نعمله اللي هو على لي ميتيي في تونس الخدم وكلمت اول وحده اللي هي شيف مالك العبيدي وقت رمضان الحال دونك ماكله وتمخمخ قلت لها نعملوها تجي معايا وقتها ما عندي حتى فكره وين باش تزن الحكايه مي كانت تعطيني ساعتين من وقتك سيسخي جينيال وبديت بالتليفون مع بلونغيستور وكلي تعمل هكا وتمد له وتقرب له وتقول له بربي ما تعملش باش ما تجيكش هذوك الكل وفوالا بتيت ابتي مع تقعد كل حاجه بالانترنت مبربش ونذكر شنو تعلمت في الراديو ايتترا معناتها باش ركحت اموري واحده فهمتك هذه البدايه اي وكنت بداية تحفونا على الاخر وبالحق خدمة نظيفة عايشك باش نسألك توا انت مازال كنت تحكينا اللي انت انيماتريس في RTCI مع البودكاست اللي تصور فيها ومع في ماجازين زيدا يس في فام دو تونيزي وفي حاجات اخرين زيد فوالا ومع اون مامون مع اون مامون دو دوز انفون دونك كيفاه نجمت تقسم وقتك بين هذا كله كيفاه نجمت اون فيت تنظم وقتك بين الحاجات هذيا وتكون معناتها تنجح في كل حاجة قاعدة تعمل فيها هما يسميهم تجمو تمشيو تقراو عليهم سلاش جينيريشن يظهر لي يتسميو مع العباد اللي ما يجموش يخدموا خدمه برك كهو في حياتهم يخدموا برشا حاجات بين المهم اللي الحاجات كل يصبوا شويه في بعضهم اوغوزمون معناها اي شو يا فريمون حاجه تعب على الاخر باش تلقى ليكيليبر وماهوش كونستون ليكيليبر معناتها مش ديما تلقاه ليكيليبر برشا مرات معناتها باش تلقى روحك في بيريود ياما ستريس على الاخر خاطر عندك خدم باش ترجعهم فرد وقت ولا باش تخدمهم فرد وقت وصغيرك مرض و etc. دونك كاين دي بيريود هايبر معناتها ستريسانت باردون و فما دي بيريود اللي تحس روحك واو جو جير معناتها تعمل تصفيق لروحك دونك اون فيت تحاول توتورغانيز لو ماكسيموم انا عندي شي سميوها هي تو دو ليست نتاعي نتاع كل يوم اون فيت اللي فيها حتى لي بوتيت تاش ماركا انفوي ان ميل لفلان واقضي بولي خاطر عشاك بولي وهز بنتك لدرا شنو نحطهم الكل اي سي دي تشيك ليست معناتها نعملهم بور لا جورني فما ساعات بريوريتي فما بروجي ما تقبلوش على خاطر ما عندكش وقت وما تنجمش وفما تي اوبليجي باش تاخذ كونجي ولا حكايك في نكاية وزادة فما ساعات تقبل انك غلط شو عمال كالكولي تنكو ما تتقى روحك وتمشي تو تكسكوز سمحني ما تراني جي با اسوري المرة هذي ولا خاطر ابخي تو اوني دي زومان معناها دونك مي باغ كونتخ عمري ما نقول لي ما نجمش هذه الحاجة الوحيدة ما تدي ما نقول سي بون ما باش تعملها
tu vas le faire ma tsalamch ala khater ay nouveau challenge ma tay bchi zidk haja fi hayatk donc bchi tkamel bach tqoul ouf alhamdoulillah ma amalta ma tal hkaya hadik voilà donc hay chwaya organisation chwaya ki tbda periode stress tqoul c'est pas grave ta tadda jma hadi sa3at nta nhseb fihom qoul hadi akhir jma3 stress w jma3 jaya bach nkhdem kounchi mathala pour me calmer me ressourcer li hom mhem jedda voilà ma tmtkhayesh rouhk under stress ala tout w ma tkhalish rouhk ma tamel hatta shay khater خاطر خايف لا tu n'assures pas exactement هو ديجا يمكن من الحاجات اللي احنا نقولوها لاي عبد كسوه صغير ولا كبير انه اذا كان ما تصدمش وما جربش ماكش تعرف اسكو الحاجه هذيك you can do it ولا لا الحقيقه دونك il faut toujours essayer واي حاجه تحب تجربها go for it وما توخرهاش exactement وبالحق انا من الناس اللي الاورغانيزاسيون تو دو ليست بدلت لي حياتي انا عازه كيف كنت وعازه كيف وليت فرق كبير ورغم اللي صعيبه باش واحد ماهوش اورغانيزي على باز ما كيفي انا انه يولي اورغانيزي و فوالا لازم هكا بالممارسه وكل شيء وساعات راه ننسيها نرجع نبلبز هكا بعد نقولها وعليه ما ها وعلى تو باس ارجع ما كتو دو ليست نتاعك فوالا دونك هذا كونسي مهم ياسر نقولو لاي عبد انه بالحق الاورغانيزاسيون ياسر تعاون باش عبد ينجم يوفق بين اكثر من حاجه يعملها دونك سؤالي الاخر هو كيف كانت الاكسبيريونس نتاع البودكاست ليك انت معناتها اسكو حاجه بالحق فرحانه اللي انت عملتها وشنو هي زادتك في حياتك وشنو هي الفايده اللي رجعت عليك من الاكسبيريونس نتاع البودكاست انا اكثر بودكاست معناتها اثر فيا وهاك عنده هو خدمه نظيفه واللي هو دايوغ انا ما قلت ما حكيتش قبيله جي من زاده سي با اون فرستراسيون مي جي يكمل في حاجة خاطر كي نكتب نعمل انترفيو مع حد مثلا نسمع برشا حديث نقعد نحكيه ساعة وساعتين وبعد يقول لي عملي دو باج مثلا باش حاجات نطيرهم على خاطر يزمي نكتب أقل كيف الراديو معتها راديو مينستريم معتها كيما اختيسي والحاجة عندك انفيتي عندك 10 مينوت باش تحكيه ألوغ كو فما برشا حاجات تخلي تحب تحكي فيهم في البودكاست في خدمة نظيفة الناس قالوا لي داير وقتها أول مرة قالوا لي ياسر طويل معتها علاش ساعة تحكي مع حد قلتلهم إن ساعة نحكي على خدمة أميتي اللي مغروم بالخدمة هذيك باش يسمعها الساعة واللي ماهوش مغروم ماهوش باش يسمعها معناتها مش مشكل فهمت المهم كالساعة هذيك نحكيو فيها لي بروفوندور وأنا هذيك اللي شخت فيها يعني أني تدخل تتعمق في حاجة بالقدي تتعرف على عباد انتيريسون تعلمت برشا دونك عملت برشا جو ومازلت معناتها نحب ديما لي بودكاست بالنسبه لي نتعلم منهم انا قبل ما نعدي معلومه لعباد اخرين دونك هذه الحاجه اللي ترجع ليا بالباهي فما ان كوتي هكا ما نعرفش بيان نتقوش عليك مشيت عملت قهوه مع عبد ايبر انتريسون تروح فرحان معناتها بصفه ولا تعشيت مع عبد ما قلقتش معناتها تقول ما العشي قديش اخت سي فريمون لو ميم واحد بركه مره مرتين في الجمعه نعملها خير من عبد يخرج يتعشى مره في الشهر فوالا دونك هذه الحاجه اللي فريمون تظهر انتريسونت في لي بودكاست فهمتك دونك انت بكري ديجا كنت تحكي قلت لي انت اول بودكاست ديجا صورتها من با ماتيريال وكل شيء بتليفون بتليفون اي alors من بعد يفالي فير ان شو على خاطر هو البودكاست كي عملته ما فيهش معناتها ما عنديش بوبليسيتي ما عنديش انونسور ماهوش في دخل فلوس دونك قلت راويه يا باش تشري ماتيريال وتخدم حاجه ترتحك وترتح لي زانفيتي تاعك اي اون فيغان بعد شنو باش وين باش تمشي الحكايه والا باش تقعد هكا تسجل Donc j'ai investi, au fait, j'ai dit l'enregistreur professionnel, j'ai dit les micros professionnels, enfin ma choix des logiciels gratuits, ça t'as le cas, on t'a que choix sur internet, puis t'as le cas qui est taqué, que t'as de bien, on choix mixage, choix montage, que le concours. Mais à un moment donné, vous êtes moche de ma télé qui m'a l'air de comme vous n'avez jamais. Mais c'était le basique. Donc, كيف راه حالة البودكاست في تونس؟ يعني شنو السيتواسيون نتاعو في تونس؟ اسكو معروف بالباهي؟ فما عباد قاعدة تخدم فيه بالباهي ولا مازال مشوار قدامه؟ اللي مازال من ناحية مازال مشوار. باغ كونتخ سكي في بليزيغ اللي هما نقولوا كي الكوميونيتي صغيرة معناتها لازمك تمشي تفركس عليها، مي كي تفركس باش تلقى برشا دي جون قاعدين يعملوا في محاولات. لقيت فريمون توندونس ياسر حلوة، ساعة برشا يعملوا في دي بودكاست باللونجلي معناتها يظهر لي دونك هذايا سيني اللي هي سي لا نوفيل جينيراسيون معناتها نيو جينيريشن جينيراسيون زد نسميها كيما نحبوا هي اللي قاعده مهتمه بالبودكاست وفما برشا دي سوجي معناتها قاعدين مختلفين فما جروب ولا زوز فيسبوك قاعدين يتعاملوا باش يدموا الكوميونيتي هذيا دونك فما حركه اون فادير هذه اسمها حركه اللي ناقص اليوم هي ان تولي حاجه فولغاريزي معناتها موجوده
بكثرة. واللي ناقص اللي هو البرة ديجا هما فيه مثلا انها البودكاست يكون ا مويان دو ان كومونيكي دو يكون زاد في استراتيجي دو كومونيكاسيون تاع دي تاع دي بروجي. معناتها اليوم ماركيت عالمية معناتها ديجا اون ميزي سور لو بودكاست باش يخدموا بيه باش يوصلوا باش يوصلوا بيه المعلومة. احنا مازلنا بعاد, احنا فريمون معناتها مازلنا ما عندناش لوفر الكبيرة هذيك ومازالوا بوتيتر هوني باش نقول معناتها اون comment dire باش نلانسي لابيل للميلي لي مارك و لي انونسور و اللي عندهم دي بروجي انو بودكاست سي ان كانال دو كومونيكاسيون مهم. معناتها فما عباد يحكيو اليوم سمعت مارفيت راديو فرونسيز معروف نسيت يا فرانس كولتور ولا راديو فرانس اللي قالت الراديو باش تقعد اوكي ما ماهيش باش تقعد كيما احنا اليوم نشوفوا فيها استوديو تمشي تسجل اكاو اليوم الراديو موجوده في استوديو والراديو موجوده على الديجيتال باللي بودكاست صحيح. دونك لي راديو الكبار المعروفين في العالم قاعدين يبدلوا في استراتيجي نتاعهم باش يكونوا موجودين ان طونك زيد بلاتفورم دو بودكاست. دونك احنا مازالت الخدمه اما جاي على خاطر اي حاجه معناتها تندانس برا ما تتمشي بالكدا ما هي الا باش تجينا معناتها كيما جاتنا الفيديو كيما جاونا برشا حاجات اخرين. دونك فما خدمه وانا نشجع على لي جون كل باش يحاولوا يكونوا موجودين. دونك وصلنا لدي جون, دونك شنو هي لي كونساي نتاعك للي جون باش يبداو؟ اسكو يستحقوا يشريو ماتيريال من الاول ولا ينجموا يبداو بشويه حتى لين يبداو يكبروا؟ ينجموا بيان سور ينجموا يبداو بشويه وهذا انا اللي عملته فريمون لي توتو نعرفوا اللي موجودين بارتو معناتها في الانترنت بلي تحب انت باي لغه تنجم تحب عليها تستحق. اليوم لي سمارتفون كل كاليتي كمان نتاعهم ماشي خايبه نتاع لونجستر اوديو حتى كاليتي نتاع ما فماش كيحس الريح وكل شيء باهي معناتها ريدكتور دو بروي ايتترا لي لوجيسيال دو مونتاج موجودين اكسيسيبل فما معناتها فور فري دونك ينجموا يقراو شويه ويمنتيو ماشي حاجه صعيبه برشا فما دي بلاتفورم دو ديفوزيون واضحين معناتها معروفين كيما سبوتيفاي ولا جوجل بودكاست ولا ابل بودكاست جوست شويه بربيش على الانترنت. الكونسي اللي انا ننصحو باغ كونتر كي نغينا فوار افيك لا بارتي تكنيك نهار كي باش تستدعى شكون إذا كان باش تبدا بال اون فا دير بالانترفيو لازمك تعرف شكون تستدعى خاطر باش تجيب حد ما عندوش ما يحكي ولا ما يعرفش يشدك بحكايه ولا ما عندوش رساله راهو اللي باش يسمعك باش يقلق باش يفت. دونك لو شوا دو لانفيتي مهم جدا, لو شوا دو سوجي مهم جدا, لازمك تختار موضوع يهم السيب اللي تحب تحكي معاه مش حتى الموضوع ما يهمهمش ولا انفيتي سامحني بيس الماسط اللي هو سميه كيما تحبت ولا ما عنده ما يحكي زيدا كيف كيف ماكش باش نجم تشدهم. دونك هذوما لي دو بالنسبه لي انا لي دو كونساي بلس ان ثوازيام حضر مليح اكتب سكريبت نتاعك حضر شنو وين تحب توصل وشنو تحب تعمل وشنو معناتها علاش البودكاست هذا موجود شنو هو لوبجيكتيف نتاعو. اذا كان عندك ثلاثه هذوما نورمالمون ينجح علاش لا فوالا. دونك فوالا هوني نكون وصلنا لاخر الابيزود. نحب نعاود نقول لك ميرسي على خاطر انت جيت معانا. ميرسي بوكو. ولي كونساي نتاعك بالحق فروت في الاخر لاي عبد يحب يبدا في الدومين واي عبد مين باكن هكا انتريسي يمكن وتو باش يولي انتريسي بعد ما يسمعك انت. دونك فوالا ميرسي برشا. ميرسي بوكو. كان اللي يحب يبعث لي معناتها نجاوب زيد على الاسئله في خدمه نظيفه اللي عنده اي تساؤلات بور لو بودكاست بور سو لانسي جو سوي لا. D'accord, donc à tic sahaïch. Merci beaucoup.